اهلا بيكم سي في وار تريدنج جروب ماركت ريكاب. النهارده الاثنين 13 جون 2022. طبعا انا ما عملتش ماركت ريكاب للاسف يوم الجمعه، كنت بتكلم عن كامبينج. بس لو انتم فاكرين، لو شفتوا اخر ماركت ريكاب اللي هو كان يوم الخميس، توقعت اللي هيحصل بالظبط. توقعت وقلت ده كان يوم الخميس، ادي ده النهارده ده يوم الجمعه، احنا كنا هنا يوم الخميس، قلت احنا كنا بالظبط في المنظر ده. قلت الماركت هيريجكت الاريا 4350 في الياس، وان فكره ان الماركت يبقى يرجع تاني باونس باك كانت صعبه وقتها، وده اللي حصل بالظبط. حصل بالظبط ان الماركت رياكت على 4150، اي اولموست 4150 في الياس. طبعا ده كان اكبر يعني ثلاث ايام سيل اوف بشكل بشع، يعني من يوم ده النهارده الاثنين جمعه خميس لو كنا في ده، فليت سي من الثلاث ايام الاخرين دول الماركت اي اس تقريبا خسر حوالي 1600، حوالي اولموست 1550 دولار. ده هيوج نمبر 1500، بيتكلم اصلا ده هو كان يعني كان 4000 وشويه، يبقى 3800 حاجه، يعني رقم رهيب مهول. يعني المشكله في الماركت النهارده اي اس ان كيو ار تي واي، اولا اي اس دلوقتي بيقول لي خلاص اي اس بقى رسمي بير ماركت، خلاص ماركت كسر اصلا الزيرو لاين بتاع فيبراتشي، كسر عداه خلاص وكسر كل الترند لاينز. احنا سمعنا قبل كده لو فاكرين الترند لاينز، كل ده كسر، كل ده كسر معاهم خلاص، مفيش اي حاجه تقول الماركت ممكن يجيب اب تاني. فلو قلت لي بكره ايه اللي ممكن يحصل، طبعا نو بادي نو، بس اتوقع الماركت هيكمل داون سايد. عندي في اريا قويه جدا 3700 في الاي اس، لازم تسمع عندك دي قويه جدا 3700، وطبعا في 3600. والماركت ممكن لو حسب يعني لو النهارده طبعا هو ماركت قفل تحت 3800، فالموست لايك هيروح تست 3700. فالنهارده الماركت عند 3754 اكزاكتلي. 3700 يعني في حوالي 50 بوينتس. فانا اتوقع ان الماركت ممكن جدا يرينج بكره ما بين 700 و 800. لان الماركت بقى له اربع ايام بيعمل رالي داون سايد. فدايما الماركت بيبقى في بيج موف سواء كان اب سايد او داون سايد ايام ورا بعض، بياخد راحه شويه. بيعمل شويه كونسوليشن. تعب يعني مثلا لو حصل بيج موف كده تلاقي في شويه كونسوليشن. فاتوقع ان ممكن بكره يحصل، اتوقع ان بكره الماركت اي اس هيرينج ما بين 3800 و 3700، مش هيبقى لو كسر ممكن يكسر، بس يعني هيبقى في الرينج. ممكن ماركت النهارده الا بقى لو الماركت الصبح او يعني بعد ساعتها عمل جاب داون تحت 3700، ده قصه بقى، يبقى هيكمل داون سايد ل 3600. اوكي، انا وقت بعمل سوينج شورت سوينج تريدز، بقفل بفتح التريد الساعه 6 بالليل ايسترن تايم، واقفلها تاني يوم الساعه 4 ايسترن تايم. فالنهارده انا هاخد شورت يس، ما عنديش حاجه تقول ان يس هياخد لونج، عندي هاخد شورت وهعمل يعني شويه ستوب لوز لحد. طبعا انا مش يوجوال ما بسويش ستوب لوز في السوينج تريد، بس يعني ممكن احط ستوب لوز فوق ال 3800، بس مثلا 3810 20 وتبقى لان هو ماركت لو باونس هيكمل لو عدى ده. والبروفيت تارجت بتاعي ما فيش بروفيت تارجت، ما بعملش بروفيت تارجت، بقفله تاني يوم الساعه 4 وات ايفر تيكس بقى. يعني النهارده عملت حوالي 66 بوينتس بالار تي واي، كنت واخد سوينج تريد من امبارح، عملت حوالي 66 يعني شورت، كنت واخد خدت كل التريد من النهارده اولموست 60 بوينت خدتهم كلهم النهارده تقريبا الار تي واي. طبعا دي لو وان كونتراكت بيج ماني، لو تو وان كونتراكت. طبعا في السوينج تريد لو حد هيسمع كلامي ويسوينج تبقى ما انصحش خالص دلوقتي تماما، انا بس بقول لكم انا بعمله، لكن انا ممكن تريد مايكرو سوينج تريد مايلعب بس يعني اني anyway. فانا هجو شورت النهارده يس وان كونتراكت وليتس سي تومورو. توقع تاني من 3700 هون 100 بوينت من الرينج ده، الرينج ده بالنسبه لي ان كيو سيم، ان كيو سيم، ان كيو قفل تحت الزيرو لاين بتاع الفيبوناتشي، فتاني ما عنديش اي توقع الماركت بكره بوش هاير. ممكن جدا الرينج بكره ما بين ال 470 وال 30 يعني في 300 بوينت رينج دول، ده توقعي زي ما حصل الاي اس كده نفس الكلام. انا برضه هاخد شورت تريد، هعمل شورت بوزيشن واحط ستوب لوز فوق ال 11500 بشويه واشوف لسه. ده بالنسبه لياس، فالياس ان كيو دي ار ان بيرش ماركت 100%. المشكله بقى في الار تو، مشكله في الار تو، ار تو مش كده بس في الار تو. كان نفسي الار تو يعدي النهارده ده عشان اطمن. ده قلق ليه بقى؟ لان الار تو اي ناو عند الزيرو لاين او 1700 لاين عنده بالظبط، وقفل والماركت شغال حاليا دلوقتي. ما اعتقدش الماركت هيقفل تحديد، ما اظنش. الساعه دلوقتي كام؟ الساعه اولموست يعني الساعه دلوقتي 4 وثلث، 4 ونص بالظبط.
ما اعتقدش ان الماركت هيقفل خالص، هيقفل تحت خالص دم. فده يقلقني يعني، انا ما اخدش شورت دلوقتي خالص، اخد شورت تريد. المنظر قدامك ده ممكن تاخد لون، ممكن الماركت يرياكت على 1700 وتاخد لون. فانا هعمل باي ستوب ليميت سوينج على 1700 واحط تحتيه مثلا 20 تكس او سوري مثلا 20 بوينتس او 15 بوينتس ستوب لوس واخد لونج. انا مش حابب ان انا اخد ار تي واي، ان انا اخد اي اس ان كيو شورت واخد ار تي واي لونج، لان موست لايكلي ماكرو موف يموف مع بعض. بس ساعات الار تي واي بيختلف، الار تي واي ساعات بتلاقيه في اتجاه تاني مختلف شويه، بس هو موست لايكلي ماركت كله يموف بنفس الوقت. المشكله ده بكره تاني، بكره فيه ده اللي مخليني مش عايز اخد لونج ار تي واي، ان بكره فيه الساعه 8:30 الصبح في البي بي اي ريبورت، ده الانفليشن ريت. الانفليشن ريت ريبورت طبعا انتوا عارفين الانفليشن ريت او تضخم في زياده رهيبه، وبكره التقرير بتاعه واتوقع ان هو يبقى تقرير زي الزفت، فده ممكن يبوش الماركت داون سايد تاني. عشان كده ار تي واي لونج هتبقى شويه تريكي، فانا ممكن اريح دماغي خالص يعني، مش عايز اخد تريد بناء على جيسنج، بحيث ان الار تي واي دلوقتي انا مش شايف لها يعني، مش قادر احدد هي المفروض يعني. لو هتتكلم على شورت المفروض الماركت يجو اب تبر، المفروض ممكن تيست 1700 وجو اب، بس تاني ممكن تيست ده وباونس باك. فانا مفيش عندي حاجه تقول لي الماركت ممكن يجو اب، خصوصا الار تي اي اس والان كيو باينه ان هي خلاص فلاش ده. فانا مش هاخد تريد على مش هعمل سوينج تريد ار تي واي، هعمل بس على اي اس ان كيو شورت في ليتس سي. الحاجه الثانيه اللي بكره فيه سوري يوم الاربعاء او الاسبوع يعني يوم الاربعاء في اولا يوم الاربعاء الصبح في 8:30 الصبح ديتيل سيت، ده مهم جدا، ده ريبورت مهم جدا الساعه 8:30 الصبح. وفي الفيد الساعه 2 طبعا، الفيد بتاع الانترست ريت هنشوف هيحصل ايه، هل هيزود ثاني، هل هيقطر طبعا الدكتور توقع ان هو هيزود ثاني. فيوم الاربعاء ابدا اوبن، انا غالبا يوم الاربعاء ممكن تريد يعني، انا هبتدي الايام الجايه دي يعني خلال الشهر الجاي تبقى تست حاجات بعملها معينه، ان احنا دايما كنا بنبتدي الساعه 9:30 الصبح بس، او زي الاكتف ويندو 9:30 ان ذا مورنينج، ابتديت هزود ويندوز ثانيه نعمل تريدنج فيها، زي مثلا 8:30 ان ذا مورنينج لو في نيوز، وممكن نفتح تريدنج روم الساعه 8:30 الصبح لو في نيوز، زي مثلا يوم الاربعاء نشوف بكره هنقرر ولا لا، بس غالبا هعمل كده تريد الريتيل سيلز، مش بتاع بكره لو. عايز تريد الريتيل سيلز اللي هو تبقى الصبح، وهناخد اكتف تريد زي ما بنعمل عادي، و9:30 الصبح برضه بجرب تاني 2 بي ام اكتف ويندو، 2 بي ام ويندو نجرب، احنا ممكن تريد 2 بي ام ويندو، ممكن نجرب تريد 3:30 انا لسه بتستت سو فار، النتيجه رائعه. ال 2 بي ام ويندو بلس يعتبر 9:45، يبقى عندنا دلوقتي 8:30 ان ذا مورنينج، وعندنا 9:45، وعندنا 2 بي ام، وعندنا 3:30 بي ام، والماركت قبل ما يقفل. كل دي فرص تريد ممكن ناخدها واي نوت. فممكن خلال الشهر الجاي ولا حاجه نبتدي نعمل، يبقى عندنا مثلا اربع تريدنج روم او اربع اوقات نبتدي فيهم، نفتح التريدنج روم بس 5-10 مينتس، ناخد التريد بيقفل ونكمل تاني، يبقى 8:30 الصبح، وبعدين الساعه 9:30، وبعدين الساعه 2، وبعدين الساعه 3:30. فلو حد مس واحده من دول ممكن يكمل في الباقي، او مثلا مس التريد الصبح ممكن ياخد اللي بعده. ذاتس ات. فالاسبوع ده الحقيقه بقى اسبوع شويه غير، كمان عندنا يعني بص كميه الريد. يوم الخميس في الهاوسنج ستارت، ده بيقول لك كميه الهاوس اللي اتبنت ولو في عجز ولا لا، وده بيأثر جدا على الريل استيت ماركت، وبالتالي الريل استيت ستارت. يوم الجمعه في الفيد، بس الفيد شيرز، الفيد شير ده بقى يعني ده سبيتش اوريدي واخد القرار بتاعه يوم الاربعاء. انا ما بحبش التريد الفيد او الاف ام سي خالص، اي دونت لايك، ممكن حد تريد اف ام سي بعديها بخمس دقائق، بس انا اي دونت لايك الماركت سو فولتر يعني، فولتر بشكل مش طبيعي، وانا ما بحبش الكونديشنز دي. ممكن يوم الفيد اسجل تريد على سم، واوريكم ازاي الماركت بشكل عامل ازاي يوم وقت الاف ام سي الساعه 2 الظهر يوم الاربعاء. ممكن نعمل ده. That's it. Trade well and always stick your trading plan. See you at the trading room tomorrow at 9:30. Thank you.